بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء من لقاءات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، سائلينه عز وجل أن يبارك لنا بالصيام والقيام وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ضيف البرنامج. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، تحدثتم في حلقة الأمس عن زكاة الفطر، وقد تناولتم الأصل في مشروعيتها وكذلك الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وتحدثتم أيضا عن وقت إخراج زكاة الفطر، وأيضا عن بعض النقاط الخاصة بهذه الزكاة، حتى تواصلتم وتحدثتم عن دفع زكاة الفطر بالقيمة المالية. هل لكم إضافة حول هذه النقطة فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، من تمام أحكام صدقة الفطر أنه يجب على الإنسان أن يخرج عن نفسه وأن يخرج عن من يمونهم في شهر رمضان ولو متبرعا، يعني من يقوم بالإنفاق عليهم في شهر رمضان، سواء كان ذلك واجبا عليه الإنفاق عليهم أو كان متبرعا بذلك، فإنه يخرج الصدقة عن نفسه وعن من يمونهم ولو في شهر رمضان. وكذلك من أحكام صدقة الفطر أنها تخرج في البلد الذي فيه الشخص، أنها تخرج في البلد الذي فيه الشخص، في فقراء البلد، لأنهم أحق بها، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا إذا لم يكن في هذا البلد الذي هو فيه فقراء، فإنها تنقل لأقرب البلاد إليه. هذا هو المشروع في صدقة الفطر، إلا إذا علم أن هناك فقراء في بلد آخر أشد حاجة من فقراء هذا البلد الذي هو فيه، فلا بأس بنقلها إليهم إذا كانوا أشد حاجة من فقراء البلد الذي هو فيه. كذلك من أحكام صدقة الفطر أنها تخرج عن الكبير وعن الصغير وعن الذكر وعن الأنثى وعن الحر وعن العبد، حتى تخرج عن الصغير ولو كان لا يصوم، فهي ليست مختصة بمن يصوم فقط، وإنما هي عامة لكل مسلم، سواء كان ممن يجب عليه الصيام أو لا يجب عليه الصيام كالصغير، أو حتى أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن، يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه. أما المولود فإنها يجب إخراجها عنه. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، ولعلكم أيضا تبينون عن مقدار هذه الزكاة. مقدار صدقة الفطر بينها النبي صلى الله عليه وسلم، صاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي، وهو يساوي بالوزن الآن 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا، هذا هو الصاع النبوي. فإذا كالها وأخرجها بالصاع فحسن، وإن أخرجها بالوزن فإنه يخرج 3 كيلو من الأرز أو من البر أو من بقية الأطعمة المعتادة في البلد، 3 كيلو. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه؟ من أخر إخراجها عن يوم العيد فإنه يأثم وتجب في ذمته، لابد من إخراجها،
ولو بعد الإيد، وتكون قضاء، تكون قضاء إن كان تعمد تأخيرها أو تكاسل فإنه يأثم، ولكن لا بد من إخراجها مع الإثم. وإن كان ناسيا لها، إن كان ناسيا لها ولم يتعمد أو لم يتمكن من إخراجها في يوم العيد فإنه يخرجها بعد يوم العيد ولا إثم عليه، المهم أنه لا بد من إخراجها. نعم. هل صحيح أن صيام شهر رمضان المبارك معلق بزكاة الفطر؟ لا أعلم هذا، ولكن هي طهرة للصائم كما في الحديث، طهرة للصائم من اللاوي والرفث، فهي تزكي صيامه وتجبر ما فيه من لغو أو رفث ينقصه، وهي أيضا طعمة للمساكين كما في الحديث. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وهل تعطى زكاة الفطر أو صدقة الفطر تعطى لخادمة غير مسلمة؟ لا تعطى لغير المسلم، صدقة الفطر لا تعطى لغير المسلم، خاصة بالمسلمين وبالفقراء. نعم. هؤلاء الخدم هل زكاة صدقة الفطر عليهم هم أم على أصحاب كفلائهم فضيلة الشيخ؟ الأصل أنها عليهم هم. نعم. وإذا أخرج عنهم كفلاؤهم فلا بأس بذلك، تجزي عنهم. نعم. بالنسبة لإخراج زكاة الفطر مجتمعة، هل يلزم أن تعطى عائلة واحدة أو لا بد من تفريقها على عدد من لا بأس لا بأس أن تجمع زكوات أهل البيت، تدفع لبيت واحد أو فقير واحد، يجوز أن يعطي الجماعة، يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، والعكس يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، كل هذا جائز. نعم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لعلكم توجهون نصيحة للإخوة المسلمين الكرام أن يهتموا بهذه الزكاة، بصدقة الفطر، وعدم التهاون فيها. نعم، هذا يجب. نعم. هي دين في ذمة العبد، لا بد أن يعتني بإخراجها، أن يخرجها من الطيب ولا يخرجها من الردي، قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه، يعني الردي، منه تنفقون ولستم بآخذيه، قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيجب أن يخرجها من الجيد أو من المتوسط على الأقل، أما الردي فإنه لا يجوز إخراجها منه. وكذلك عليه أن يحرص على إيصالها إلى مستحقيها في وقت الإخراج، ولا يؤخرها عن يوم العيد، بل يدفعها إلى من يستحقها أو إلى وكيله، إذا كان المستحق له وكيل فإنه يدفعها لوكيله ويتولى إخراجها هو أو وكيله. فإذا وكل المسلم من يخرج عنه صدقة الفطر فإنه يجزئ ذلك، يجوز التوكيل في هذا، لكن لا يوكل إلا من يثق في أنه يقوم بهذا العمل ويؤديه في وقته. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونحن في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الكرام، نستودعكم الله في ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي كان مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.